طلاب الصف الثاني الثانوي مادة الكيمياء، أهلا بيكم في حصة جديدة. النهاردة هنبتدي الوحدة الرابعة، ودرسنا النهاردة عناصر مجموعة 1A. الوحدة الرابعة العنوان بتاعها العناصر التمثيلية لبعض المجموعات المنتظمة في الجدول الدوري، وهندرس النهاردة عناصر المجموعة 1A كعناصر الفئة S. كلنا عارفين إن الجدول الدوري من الترم الأولاني كان بيتكون من عدة فئات، الفئة دي والفئة بي والفئة دي والفئة اف. هندرس بعض العناصر في الفئة اس النهاردة. هندرس المجموعة الأولى اللي هي 1A، أو المجموعة رقم 1 دي، اللي هي بتشمل العناصر المهمة الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم. الهيدروجين ما يعتبرش من ضمن الفلزات، لان ما فيش فلز بيبقى غاز، هو محطوط بس هنا عشان في مستوى الطاقة الخارجي فيه الكترون واحد، ودي من صفات المجموعة اللي احنا بندرسها دلوقتي اللي هي 1A. فالمجموعة الاولى اسمها مجموعة القلويات، هي المجموعة الاولى اللي على الشمال اللي انا قلت عليها دي اسمها مجموعة القلويات، دي اسمها مجموعة 2A من القلويات الارضية، ودي العناصر الانتقالية. وكل مجموعة هنا ليها أسماء، ونقص من الأسماء مجموعة الهالوجينات، ودي اسمها العناصر الخاملة أو العناصر النبيلة. العناصر المهمة في المجموعة 1A اللي هي موضوعنا النهاردة، المجموعة 1A اسمها العناصر مجموعة عناصر القلويات أو العناصر القلوية، بتشمل العناصر المهمة الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم، دي الرموز بتاعتها، وده التوزيع الالكتروني بتاع كل واحده فيهم. نلاحظ ان في مستوى الطاقه الخارجي للعناصر دي كلها يوجد الكترون واحد في مستوى الطاقه الخارجي، وعشان كده العناصر دي بتميل الى فقد هذا الالكترون الخارجي، الالكترون الواحد الخارجي ده الوحيد، تفقده وتتحول لايونات موجبه. طبعا الايونات الموجبه دي بتبقى مستقره لان تركيبها الالكتروني بقى زي اقرب غاز خامل زي الغازات الخاملة، فبتكون مستقرة فبتميل لتكوين ايونات موجبة. عشان كده بيسموا العناصر دي طالما بتحب تميل لفقد الكترونات بيسموها عناصر كهرو موجبة، يعني تميل الى فقد الكترونات والتحول الى ايونات موجبة. ودي استخدامات بعض من هذه العناصر والاسماء بتاعتها بتاعت كل واحد. ده الجدول الدوري اللي قدامنا، كل مجموعة فيه ليها اسم. المجموعة اللي على الشمال دي اللي احنا بندرسها دلوقتي اسمها الفلزات القلوية، وهكذا كل مجموعة هنا لها اسم في الجدول الدوري. دي تقسيمة الجدول الدوري من ناحية الفئات، الفئة اس والفئة بي، الفئة بي والفئة دي والفئة اف. الفلزات بتشمل المجموعات من 1 لغاية المجموعة 13 اللي موجودين في الجدول الدوري. الصفات بتاعت الفلزات بشكل عام، لها عناصر لينة ولها بريق ولمعان، وكلها مواد صلبة ما عدا الزئبق، وكلها جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، كلها قابلة للطرق والسحب، طرق إلى صفائح والسحب إلى أسلاك. دي الصفات العامة لأي فلزات في الجدول الدوري. بيهمنا الصفات بتاعت المجموعة الأولى اللي هي فلزات القلوية أو بيسموها الفلزات الأقلاء. خواص العامة بقى للمجموعة 1A اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، إن بيوجد إلكترون في مستوى الطاقة الخارجي، وإنها كل ما تنزل تحت في المجموعة دي نصف القطر بتاع الذرة بيزيد من أعلى لأسفل، عشان كل ما تنزل تحت مستوى طاقة جديد بيجي فحجم الذرة بيزيد. كلها يوجد الكترون نتيجة وجود الكترون في مستوى الخارجي بتميل لفقد الكترون وتحول الى ايون موجب واحد، فبالتالي بنقول عدد الاكسدة بتاعت هذه العناصر بيبقى موجب واحد. كلها عناصر نشيطة، جهد التأين الاولاني بتاعها صغير، جهد التأين بتاع المجموعة الاولى دي كلها صغير، يعني بسهولة فقد الالكترون الخارجي جهد التأين الاول بيبقى صغير جدا، جهد التأين التاني بقى بيبدأ يزيد جدا، علشان ده طبعا هيكسر
مستوى طاقة جديد. لو طلعت الإلكترون التاني تطلع إلكترون أولاني أوكي، عشان هو إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجية، كلها بتميل لفقد إلكترونات، عشان كده بنسميها عوامل مختزلة. العامل المختزل اللي هو المادة اللي بتفقد إلكترون، وهي بسهولة بتفقد إلكترون، فاسمها عوامل مختزلة قوية، يعني مواد تميل جدا جدا إلى فقد الإلكترون الخارجي. وسلبيتها الكهربية طبعا صغيرة، والألفة الإلكترونية بتاعتها صغيرة. ممكن في تجارب ظريفة قوي للعناصر المجموعة 1A دي، إنها هي العناصر دي أو المركبات بتاعتها لو حطيتها في اللهب، بنزين في لهب يعني، بتديك لون مميز للعنصر ده. ازاي بنعمل التجربة دي ونجيب الالوان الجميلة دي؟ بنجيب اي فلز من الفلزات دي او الاملاح بتاعتها، بنجيبها نحطها قدامنا، وبعدين نجيب سلك من البلاتين. عنصر سلك مصنوع من البلاتين بننضفه الاول، وعشان اضمن انه يكون نضيف كويس انه بنغمسه في حمض HCl عشان ينضفه بس. بعد كده نضفناه بنحط نغمسه في الملح بتاع مجموعة 1A، وناخده ونحطه في اللهب ده بعد كده. فبيكون الأملاح ده محمول على هذا السلك وينزل في اللهب، بيدينا الألوان دي. اللون بتاع اللهب ده بيعتمد على انت اي ملح انت حطيته بتاع انه فلز في المجموعة. اذا كنت مثلا حطيت كلوريد الليثيوم او اي ملح من املاح الليثيوم، كبريتات ليثيوم، كربونات ليثيوم وهكذا، المهم ملح من املاح عنصر الليثيوم، بيخلي لك اللون يبقى لون احمر كرمزون قرمزي كده، لون جميل ده. ولو ملح من املاح الصوديوم بيدي لك ملح، بيدي لك اللهب لونه اصفر ذهبي كده. واذا كان ملح من املاح البوتاسيوم بيدي لك لون بنفسجي كده، واذا كان ملح من املاح السيزيوم بيدي لنا لون ازرق. دي بعض التجارب البسيطة اللي ممكن نميز بيها ما بين ملح وملح تاني من أملاح العناصر المجموعة 1A. وإذا استقبلنا النور ده بالأضواء دي على فيلم حساس، نحصل على شرط بالشكل ده. الشرط دي بتختلف من عنصر لعنصر، الشرط دي هي اللي ناتجة من الألوان بتاع كل عنصر او اللون بتاع كل عنصر. العناصر دي عناصر نشيطه، ممكن لو سبتها في الجو ممكن تتفاعل مع الاكسجين اللي في الجو، ممكن تتفاعل مع بخار الميه اللي في الجو، ممكن تتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو. عشان كده لو حبيت ان انت تحفظها نقيه، ما ينفعش انك تخليها في الجو زي ما هي، او تخليها بعيد، لازم تخليها بعيد عن الهواء كده. عشان كده بنخزنها في سائل يعني مش نشيط كامل، زي زيت البرافين او البنزين او في الكيروسين. الكيروسين اللي هو الكاز يعني، بنغمرها في السوائل دي لانها سوائل خاملة ما بتتفاعلش ويا الصوديوم ولا البوتاسيوم ولا وهكذا. العناصر دي بسبب نشاطها بنخزنها هنا لحمايتها من الهواء الجوي، حتى لا تتفاعل معها مع مكونات الهواء اللي انا قلتها، ما تفاعلش معاها، فتضمن انها تفضل موجودة نقية. العناصر دي لو عشان هي نشيطة وممكن تتفاعل مع الهواء الجوي لو انت سبتها. فانت لو سخنتها مثلا او سبتها في الجو، الصوديوم بيتفاعل مع اكسيد الصوديوم زي المعادلة دي كده، والليثيوم لو سبته في الجو او سخنته في الجو بيتفاعل، بيختار النيتروجين يتفاعل وياه كواحد من مكونات الهواء، ويدينا مادة اسمها نيتريد الليثيوم، ودي مادة بتتفاعل مع المية بسهولة وينتج عنها التفاعل ده غاز النشادر، زي ما واضح من المعادلتين ده، الليثيوم مع النيتروجين دي نيتريد ليثيوم، ونيتريد الليثيوم مع المية يدينا هيدروكسيد ليثيوم ويطلع غاز النشادر. العناصر دي بتتفاعل بشدة مع الماء بعنف شديد، عشان كده لو حبيت تعمل تجربة تفاعل مثلا الصوديوم او البوتاسيوم مع الماء، لازم تاخد قطعة صغيرة جدا من الصوديوم او البوتاسيوم، علشان التفاعل ده شديد فممكن يعمل حريق او انفجار.
فبتتفاعل بشدة مع الماء اللي هذه العناصر وتكون لك هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم وتنتج غاز الهيدروجين. التفاعل ده طارد للحرارة، بيطلع حرارة كتير، وفي نفس الوقت بيطلع غاز الهيدروجين اللي هو قابل للاحتراق والاشتعال، فممكن يعمل لك انفجار ويولع ويطلع نار بالشكل ده. ودي المعادلات اللي بتبين الصوديوم مع الماء هيدروكسيد الصوديوم وهيدروجين، والبوتاسيوم مع الماء هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروجين. ممكن العناصر دي بتاعت الفلزات المجموعة الأولى تتفاعل مع الأكسجين بقى لوحده، يعني مش من الهواء الأكسجين ده، الليثيوم لو تفاعل مع الأكسجين يدينا أكسيد ليثيوم، ومع الصوديوم بيتفاعل مع الصوديوم ويدينا مش أكسيد صوديوم، بيدينا فوق أكسيد الصوديوم Na2O2. ده بيحصل بالتسخين عند 300 درجة سلسيوس. والبوتاسيوم نفس الحكاية بيتفاعل مع الأكسجين، بس الناتج هنا بيبقى مش أكسيد البوتاسيوم ولا فوق أكسيد البوتاسيوم، لا بيتكون مركب ثالث اسمه سوبر أكسيد البوتاسيوم KO2. سوبر أكسيد البوتاسيوم يعني الأكسجين فيه زيادة عن اللازم يعني، وده مركب مهم لأن المركب ده بيتفاعل مع الأحماض ويدينا مركب فوق أكسيد الهيدروجين وأكسجين، وممكن يتفاعل مع الأحماض برضو زي HCl كده مع المية كمان ويدينا برضو H2O2 ويطلع الأكسجين. كنت بقول إن سوبر أكسيد البوتاسيوم إنه مركب مهم علشان بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون في وجود عامل حفاز وينتج لنا غاز الأكسجين، والمعادلة دي بتبين كده. وأهمية المعادلة دي إنها بتحول لي غاز ثاني أكسيد الكربون، يعني فوق أكسيد سوبر أكسيد البوتاسيوم بيتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون ويحوله إلى أكسجين، والأكسجين ده يعني معادلة عاملة زي النبات بالظبط ما بيكون بعملية البناء الضوئي وياخد ثاني أكسيد الكربون ويطلع لنا أكسجين كده. التفاعل ده مهم في ايه؟ انه بينتج للاكسجين اللي ممكن احيانا نبقى محتاجينه في بعض الرحلات زي سفن الفضاء اللي فيها بشر، بيطلع من تنفس الانسان ثاني اكسيد الكربون، فجوه سفينة الفضاء ثاني اكسيد الكربون اللي ناتج من تنفس العلماء اللي في مركبة الفضاء بيتحول لاكسجين محتاجينه للتنفس، يبقى كأن معاهم نبات بالظبط بيحول لهم ثاني أكسيد الكربون إلى ماء، ودي حاجة ضرورية جدا. الصوديوم والبوتاسيوم وعناصر المجموعة الأولى بتتفاعل مع الأحماض لأن وتحل محل الهيدروجين لأنها عناصر أنشط من الهيدروجين في سلسلة النشاط الكيميائي، وتطرد الهيدروجين ويطلع الهيدروجين بالشكل ده. مش كده وبس، ده بتتفاعل مع الهيدروجين نفسه ويتركب لنا مركبات اسمها هيدريدات، فمثلا الليثيوم مع الهيدروجين يدينا هيدريد ليثيوم، والصوديوم مع الهيدروجين يدينا هيدريد صوديوم، والمركبات دي الهيدريدات دي هيدريد ليثيوم ممكن يتفاعل مع الماء ويدينا هيدروكسيد ليثيوم وهيدروجين، والعناصر المجموعة الأولى كمان ممكن يتفاعل مع الهالوجينات كمثال للافلز ويطلع لنا كلوريد صوديوم مثلا، لو حطيته مع البروم يدينا بروميد صوديوم، مع اليود يوديد صوديوم وهكذا. هنا البوتاسيوم يتفاعل مع البروم يدينا بروميد بوتاسيوم. في ممكن الفلزات تتفاعل مع آلاف فلزات أخرى زي مثلا الصوديوم يتفاعل مع الكبريت، الكبريت ده لا فلز يدينا كبريتيد صوديوم، وممكن البوتاسيوم كواحد من أعضاء المجموعة 1A يتفاعل مع الفوسفور ويدينا فوسفيد بوتاسيوم. المركبات دي بتاعت الفلزات المجموعة الأولى الكربونات بتاعتها لو كربونات صوديوم ما بتأثرش بالحرارة، لكن كربونات ليثيوم بيتكسر بالحرارة إلى أكسيد ليثيوم وثاني أكسيد الكربون، ففي منها مركبات تتكسر وفي مركبات ما تتكسرش. في مثلا نيتريد نيترات الصوديوم بالحرارة بتتكسر إلى نيتريت
صوديوم ويطلع غاز الأكسجين. بنكتفي بهذا القدر وشكرا إلى اللقاء.